صنعاء تعلن عن السبب الرئيسي لحادث التدافع المأساوي الذي وقع الليلة وسط العاصمة صنعاء. تفاصيل خطيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أكد متحدث وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري أن ما حصل الليلة في العاصمة صنعاء يعتبر حديثا مأساويا مؤلما، حيث راح ضحيته العشرات بسبب تدفع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار دون التنسيق مع وزارة الداخلية وبدون تنظيم، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين. وأوضح العميد العجري في بيان اليوم أنه فور وصول البلاغ لوزارة الداخلية تحركت شرطة أمانة العاصمة والوحدات المعنية إلى المكان، وتم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط 2 من التجار القائمين على الموضوع. وأفاد بأن النيابة تحركت فورا للإشراف على محاضر الاستدلالات الأولية وإجراء التحقيقات حول القضية للوصول إلى جميع ملابسات وتفاصيل الحادثة، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية فور استكمالها إن شاء الله تعالى. وأضاف العجري: نتقدم باسم وزير الداخلية لواء عبد الكريم الحوثي ومنتسبي الوزارة بخالص العزاء والمواساة لجميع أسر الضحايا، سائلين الله تعالى أن يعصم قلوبهم بالصبر. أكدت مصادر محلية وفاة وإصابة العشرات من المواطنين في حادثة تدافع أمام مؤسسة الكابوس في العاصمة صنعاء أثناء استلام مساعدات مالية. وأفادت المصادر بأن الوفيات والمصابين نقلوا إلى مستشفى الثورة وعدد من المستشفيات بالعاصمة. وتضاربت الأنباء حول أسباب ما حدث، حيث تحدثت بعض المصادر أن حراس تاجر الكابوس أطلقوا النار جوا لتفريق المواطنين بسبب الازدحام، ما أدى إلى وقوع هذا الحادث المأساوي بسبب التدافع الكبير وهروب ودهس عدد من المواطنين. فيما أشارت مصادر أخرى إلى حدوث مس كهربائي نتيجة التزاحم جوار مقوي الكهرباء، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتل وجريح، وأغلب الضحايا من كبار السن. وانتقد بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي هذا التوزيع العشوائي للمبالغ المالية من قبل بعض التجار ودون تنظيم أو التنسيق مع الجهات الرسمية، وقالوا إن هناك جهات معنية بهذا الأمر كهيئة الزكاة لتوزيعها على الفقراء والمساكين. دعينا إلى تحميل التجار القائمين على الموضوع المسؤولية الكاملة ودفع التعويضات للأهالي والمتضررين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.